ديما قندلاف تتعرض لهجوم حاد بعد ظهورها بثوب الاستحمام، صورة جريئة لها تنتشر، وهكذا بدت. أحدثت الممثلة السورية ديما قندلفت ضجة عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت على حسابها عبر إنستغرام صورة ظهر فيها بروي الاستحمام، الأمر الذي عرضها لموجة انتقادات وهجوم حاد من المتابعين. وفي التفاصيل، ظهرت ديما بروي استحمام باللون الزهري إلى جانب حوض السباحة، حيث أرفقت الصورة بالتعليق التالي: اتبعوا أحلامكم الوردية. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لإطلالة ديما ومعارض لها، إذ اعتبرها البعض في غاية الجمال والأناقة، بينما رأى البعض الآخر أن الصورة جريئة ولا تليق بديما ومركزها كفنانة وممثلة محبوبة من قبل الكثيرين. في سياق مختلف، كانت شوقت ديما قندلفت جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحداث الجزء الثاني من مسلسل العربجي، وذلك من خلال نشرها مع شركة الإنتاج الخاصة بالعمل جولدن لاين صورة جديدة لشخصية بدور. وبدت الممثلة السورية في الصور بإطلالة جديدة وملابس لم تظهر بها الشخصية في الجزء الأول، مع تعليق لفت إلى أنظارها الحادة ومكرها ودهائها ومكائدها التي ظهرت فيها بالموسم السابق. شو عم بدور براس بدور؟ أنا بدور الدايب وأسرار الخلق. من جهة أخرى، كانت استعادت الممثلة السورية ديما قندلفت ذكريات تصوير مسلسل ستيلتو وشخصية فلك التي قدمتها في العمل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر إنستغرام، ظهرت فيه وهي تخضع لعمليات المكياج الخاصة بالشخصية على أنغام أغنية تركية بدأت ديما بالغناء معها بطريقة معبرة وسط تفاعل فريق المكياج الذين شاركوها اللحظات. وأرفقت ديما الفيديو بالتعليق التالي: فلك بالكواليس، حيث تفاعل عدد كبير من محبيها ومتابعيها مع الفيديو، وعبروا عن إعجابهم الكبير بالمسلسل وشخصية فلك التي قدمتها، حيث علقت إحدى المتابعات: دمدوم، ما فيش جديد غير الكواليس، بدنا نشوفك، اشتقنا لطلتك الحلوة، إذا فيش جديد ما بدك تخبرينا عنه حطي لايك.